الجلفة من بين الولايات التي حظيت بزيارة من فورام إيطاليا. هذه الأدوات تم توزيعها على المكفوفين بهذه الولاية. جينا جلفة ندوك كل عام ندو بلدان دو توا ولاية نديرهم كل عام. هما يعينهم سي لي دوا سي دي باز لي باز باش يتعلموا سورتو لي زونفون. كرو الإخوة كل جماعة تاع الفورام اللي قاموا بمبادرة هذه الإنسانية الثمينة، وشفنا فرحة كبيرة إخواننا المكفوفين هذو. رسم الابتسامة على وجوه الناس هذو الفئة ذوي الاحتياجات الخاصة يعني لا تقاس ملايير، يعني ما نقدرش نعبر لك على هذيك الابتسامة كي تدخل سرور على مسلم. ربي يجازي إن شاء الله هذه الجمعية. هؤلاء المكفوفون استحسنوا هذه المبادرة، مثلهم مثل باقي من حضر العملية. ونشكر الإخوان الذين أتونا من إيطاليا بمساعداتهم القيمة، ولهم الشكر الجزيل على المبادرات وعلى المساعدات القيمة. يعني مبادرة مليحة وعندها أهداف إنسانية كبيرة، على كل حال مرحبا بهم، وإن شاء الله لو كان نتحاوروا فيما بيناتنا في المعاملة في الفكر في كل شيء. الجلفة آخر نقطة في هذه المسيرة التطوعية الحافلة ليضرب نور الدين وفورام إيطاليا موعدا للمكفوفين وغيرهم أواخر هذه السنة.